الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط، نبدأ وإياكم محاضرتنا لهذا اليوم بالفصل التاسع الجهاز العصبي. أخذنا بالمحاضرات السابقة الجهاز العصبي وعرفنا أقسام الجهاز العصبي، وأيضا عرفنا عمل الجهاز العصبي أو الأعصاب اللي تتصل بالجهاز العصبي واللي تكون منتشرة بكل أنحاء الجسم. راح ناخذ الآن آلية عمل الجهاز العصبي، كيف يتم انتقال الإشارات العصبية أو الإعازات العصبية من الأعضاء الحسية، اللي منتشرة بالجسم إلى الجهاز العصبي المركزي، ثم عملية الرد عليها. إذن احنا قلنا الأعصاب اللي هي منتشرة في كل أنحاء الجسم، هاي الأعصاب وظيفتها شنو؟ وظيفتها تنسيق عمل جسم الكائن الحي أو جسم الإنسان، تنسيق عمل جسم الإنسان داخليا، كذلك تنظيم علاقة هذا الإنسان بالمحيط الخارجي من خلال استلام الحوافز والرد عليها. كيف تتم عملية استلام الحوافز وكيف يتم عملية الرد عليها؟ يتم استلام الحوافز والرد عليها من خلال عملية أو عملية أسميها الإعاز العصبي. ما المقصود بالإعاز العصبي؟ الإعاز العصبي هو انتقال الحوافز والإشارات والأوامر من خلية عصبية إلى خلية عصبية أخرى، يشبه بانتقال عملية انتقال التيار الكهربائي في الأسلاك الكهربائية. كيف تتم عملية الإعاز العصبي أو انتقال هذه السيلات العصبية من خلية عصبية إلى خلية عصبية أخرى؟ تتم عن طريق عمليتين. العملية الأولى هي عن طريق الوصلة، أسميها الوصلة العصبية العصبية. إيش أقصد بالوصلة العصبية العصبية؟ وأخذناها بالدرس السابق، هي منطقة اتصال التفرعات الشجيرية لجسم خلية عصبية مع الفروع الانتهائية لمحور خلية عصبية أخرى. وأخذناها بالرسم وعرفنا عندي خلية مرسلة وخلية مستلمة، أو خلية اللي تكون محور الخلية العصبية نهاية التفرعات الانتهائية لمحور خلية عصبية مع التشجرات أو الفروع الشجيرية لجسم خلية عصبية أخرى، وتنتقل الإشارات والإعازات العصبية بهذه الطريقة، أو عن طريق الوصلة العضلية العصبية. هنا شو أقصد بالوصلة العضلية العصبية؟ هي منطقة اتصال الأعصاب، منطقة اتصال تفرعات خلية عصبية مع ليف عضلي، مع الليف العضلي. ما هي أنواع الإعازات العصبية؟ إذن هسه هنا هذا الإعاز العصبي إلى أنواع، عندي نوعين من الإعازات العصبية، الإعاز العصبي الصادر والإعاز العصبي الوارد. ما المقصود بالصادر؟ إذن هو الإعاز العصبي الذي يصدر من الجهاز العصبي المركزي إلى كل أنحاء الجسم. وأقصد بالجهاز العصبي المركزي شنو؟ الدماغ والحبل الشوكي. إذن الإعاز العصبي الصادر هو الإعاز العصبي الذي يصدر من الجهاز العصبي المركزي، واللي أقصد به الدماغ والحبل الشوكي، إلى كل أنحاء الجسم. أما الإعاز العصبي الوارد هو الإعاز الذي ينتقل أو ينقل الحوافز الخارجية، من أنحاء الجسم إلى الجهاز العصبي المركزي. إذن الصادر هي عملية الرد، والوارد هي عملية الإعاز العصبي أو الاستجابة، أقصد الاستجابة، وهنا أيضا تكون عملية الفعل ورد الفعل بالإعاز العصبي الصادر. إذن تبلغ سرعة، عندي ملاحظة مهمة، تبلغ سرعة انتقال الإعاز العصبي خلال أو في جسم الإنسان هي 90 متر بالثانية. إذن سرعة انتقال الجهاز العصبي في الإنسان هي 90 متر في الثانية، ممكن أن تجي بشكل فراغ. نجي إلى أنواع الأفعال الإنعكاسية. أنواع الأفعال الإنعكاسية قبل طبعاً أنواع الأفعال الإنعكاسية العصبية، راح ناخذ ثلاث أنواع من الأفعال العصبية. الأولى هي الأفعال الإرادية،
وين مركزها أخذناهن؟ مركزها في المخ. ما هي هذه الأفعال الإرادية؟ مراكز الحواس، التكلم، الذاكرة، أيضاً قلنا العمليات الأخرى اللي هي مثل التفكير، الانفعالات العصبية، هاي كلها وين مصدرها أو وين مركزها؟ مركزها في المخ. إذن الأفعال الإرادية هي الأفعال العصبية التي يقع مركزها في المخ، مثل المشي والكلام والسمع والكتابة والذاكرة وكل الحواس. نجي إلى النوع الآخر من أنواع الأفعال العصبية، هي الأفعال اللا إرادية، وقلنا وين مركزها؟ مركزها في النخاع المستطيل، مركزها في النخاع المستطيل اللي هو ثالث جزء من أجزاء الدماغ، ثالث جزء من أجزاء الدماغ واللي قلنا يتكون من المخ والمخيخ والنخاع المستطيل. إذن ما هي مركز الأفعال الإرادية؟ مركزها في النخاع المستطيل، اللا إرادية عفواً، النخاع المستطيل. ما هي هذه الأفعال اللا إرادية؟ نبضات القلب والتنفس، حركة المعدة، حركة الأمعاء أيضاً. إذن نجي إلى النوع الآخر من الأفعال العصبية، الأفعال الإنعكاسية. الأفعال الإنعكاسية هي أيضاً أفعال عصبية، لكن وين يقع مركزها؟ يقع مركزها في الحبل الشوكي، يقع مركزها في الحبل الشوكي. مثل إيش هاي الأفعال الإنعكاسية؟ في بعض الأحيان بصورة لا إرادية عند وخز أصبعك بأبرة راح تسحب إيدك، عملية سحب اليد هاي أسميه فعل إنعكاسي. في بعض الأحيان تمسك فد جسم حار، أيضا عملية سحب اليد عند مسك جسم حار أسميها انفعالة أو الأفعال الإنعكاسية. إذن راح أجي أعرف القوس الإنعكاسي اللي هو هذا القوس آلية عمل الأفعال الإنعكاسية، آلية عمل الأفعال الإنعكاسية. القوس الإنعكاسي هذا الرسم أيضا جدا مهم، هي الأعصاب التي تنقل الإيعاز العصبي وترد عليه. إذن نقل إيعاز عصبي ثم الرد عليه هذا أسميه القوس الإنعكاسي. لاحظ إحنا وين قلنا مركزه؟ مركزه في النخاع الشوكي، في الحبل الشوكي، هذا الحبل الشوكي. الحبل الشوكي راح يخرج منه عصب وارد، عصب حسي، وأيضا هنا أنا عندي عصب حركي، هذا عصب حركي اللي أسميه هو الصادر الوارد. هنا إيش عندي؟ عندي الجلد اللي هو يعتبر أيضا مركز من مراكز الحواس اللي هو اللمس. إذن المسؤول عن حاسة اللمس هو الجلد. عند وخز هذا الجلد بأبرة أو عند تعريض هذا الجلد إلى جسم حار راح تنتقل الإشارة العصبية خلال هذا العصب الحسي، خلال هذا العصب تنتقل الإشارة العصبية وين؟ إلى الحبل الشوكي، إلى الحبل الشوكي. يتم الرد عليها عن طريق عصب حركي، هذا عصب حسي اتصل وين؟ بأعضاء الحس اللي هو الجلد. إذن راح يتم الرد عن طريق العصب الحركي أسميه الصادر اللي متصل وين قلنا؟ متصل بالعضلة، هاي العضلة اللي موجودة باليد. إذن ايش راح يصير؟ راح تنسحب اليد. إذن منبه اللي هو الوخز اليد بالأبرة ثم الاستجابة اللي هي سحب اليد، هذا أسميه القوس الإنعكاسي، القوس الإنعكاسي. إذن الأفعال الإنعكاسية هي الأفعال العصبية التي يقع مركزها في الحبل الشوكي، مثل إيش؟ مثل سحب اليد أو القدم عند وخزها بالأبرة. طبعا عندنا بعض المصطلحات اللي يجب أن ننتبه عليها. أول ملاحظة مهمة يجب أن ننتبه عليها هي إحنا قلنا ما ممكن أن يتم تعويض الخلايا العصبية في حال تلفها. ليش؟ لأن الخلايا العصبية هي الخلايا اللي تتمايز خلال المراحل الجنينية، تتمايز وتتخصص لإداء وظيفة معينة في المراحل الجنينية. وش أقصد بالمراحل الجنينية؟ هي عندما يكون الجنين داخل رحم الأم. شو راح يصير؟ راح تتخصص الخلايا، راح يتكون الجهاز العصبي وتتخصص الخلايا العصبية وتتمايز.
إذن ما ممكن أن يتم تعويض الخلايا العصبية في حال تلفها. في بعض الأحيان يتعرض الشخص لضغوط نفسية، هاي الضغوط النفسية راح تؤدي إلى حدوث مرض معين، مرض نفسي معين اللي هو أسميه الكآبة. إذن ما هي أسباب الكآبة؟ الكآبة هي مرض نفسي ناتج عن ضغوطات خارجية، ضغوطات نفسية خارجية مثل ضغوطات العمل أو غيرها. ما هي أعراض هذا المرض؟ إن أنا المصاب بالكآبة راح يكون يميل إلى العزلة، يعني يعزل نفسه، ويكون أيضا هذا الشخص عنده قلة ثقة بنفسه، إضافة إلى أنه يكون لا يختلط بالمجتمع، يعني قليل الاختلاط بالمجتمع. هاي أهم الأعراض. ما هي أهم أو علاج هذا المرض؟ كيف يتم علاج هذا المرض؟ يتم أول شيء لازم الاستشارة الطبية، يعني يجب أن يخضع المريض لاستشارة طبية، أخذ العلاج اللازم، الخلود إلى الراحة، الابتعاد عن الضغوطات النفسية مثل ضغوطات العمل وغيرها، الابتعاد عن التدخين، ممارسة الرياضة أيضا، هاي كلها أسباب أو كلها أسباب تؤدي إلى علاج هذا المرض. عندي مرض آخر ناتج عن خلل في عمل إنزيمات الخلية العصبية، وهذا المرض أسميه انفصام الشخصية. إذن ما هو مسبب مرض انفصام الشخصية؟ انفصام الشخصية طبعا هو مرض وراثي، سببه خلل في عمل إنزيمات الخلايا العصبية. الشخص المصاب بانفصام يكون أكثر عدوانية، يعني يكون عدواني نوعا ما، طبعا أيضا يكون يميل إلى العزلة، يكون عنده قلة ثقة بنفسه، يكره الاختلاط بالمجتمع والاختلاط بالمحيطين والآخرين. المصاب بهذا المرض يجب أن ينقل إلى مراكز خاصة لرعايته، يعني إلى مستشفيات خاصة لرعاية هذا الشخص، إضافة إلى الاهتمام طبعاً الابتعاد عن المسكرات، الابتعاد عن المخدرات، الابتعاد عن كل السهر أيضاً يجب أن يبتعد عنه، ممارسة الرياضة، الاختلاط بالمجتمع، كلها أشياء تؤدي إلى علاج مرض انفصام الشخصية. أعزائي الطلبة، إلى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم، وينتهي أيضا الفصل التاسع من الجهاز العصبي، وسنلتقيكم بمحاضرات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.